احنا اللي بيحمينا سلاحنا على الرشاش، أشهر على الرشاش، ننزل للشارع نقاتل. جورج حبش قدم الوفد وحكى بتمنيات انه هاي الثورة اللي انتو قدتوها اللي هي وغيرتوا فيها وعملتوا وأممتوا وسويتوا، حكى مقدمة حلوة، هاي يجب أنا أوصيكم أن تحافظوا عليها، أن تحافظوا عليها ولا يعني تخسروها لأي سبب من الأسباب. قال له أنت لا تفكر، باوع زاوية القاعة، قال له لا تفكر ها يعني هاي الدبابات اللي بالخارج المجلس الوطني دبابات هي اللي بتحمينا، احنا اللي بحمينا سلاحنا على الرشاش، أشهر على الرشاش، ننزل للشارع نقاتل. احنا ما تقاليد الحزب، فأؤكد لك انه انا اشتراكي الحزبي بنقسم الراتبي، مو يعني بيقولوا لي ادفع بالاجتماع او انا بنقسم الراتبي، والرفاق اعضاء القياده كلهم بنقص الاشتراك الشهري، هاي لانه تقاليد حزبيه مو لانه احنا محتاجين اشتراكات بالنص. بعدين حكى بنظريه الأعباء. بس انت جنابك انتقلت من معمر القذافي الى جورج حبش الى صدام حسين. جايينك يلا على راحتك، اكمل بس هاي جملة براحتك المهمة براحتك. لك الوقت. ايه هاي، لانه قال له انتوا الان جبهة رفض، يعني جبهة رفض الاستسلام للعدو، الرافض الاستسلام والتسوية. انتوا الان احنا وياكم حلفاء، الان صرنا حلفاء، من نصير حلفاء الاعباء احنا رح نتبادل الاعباء اللي رح تجي علينا وتجي عليكم، انتوا رح يزيد الضغط عليكم لانه انتوا تحالفتوا او جيتوا ورح يطلع بيان مشترك ودعم العراق، وبالعكس يعني احنا رح تزداد الاعباء والتآمر علينا. هذه العلاقة بين اي جهتين وطنيتين ثوريتين مقاتلتين، شرح هاي النظرية بدقة كيف احنا وياكم بنتبادل الاعباء، فلازم ننتبه اكثر، يعني الانتباه يصير اكثر من الطرفين، كل على نفسه اولا وبعدين على وطنه وبلده وحقوقه. طيب. هذه خلصنا منها، يعني كثير طلعوا من هذا الاجتماع، يعني العقل يعني انا احدهم، يعني وانا بفكر بالكتابه وبالسياسه كثير، يعني ما سامع هذا الحكي من زعيم أو مفكر كبير أو شيء، يعني إلا بإطار هامشي، بس هذا كلام يعني معمق ومادي.